بعد 10 أيام على استهداف إسرائيل القنصلية الإيرانية في سوريا، هدد المرشد الإيراني علي خامنئي بأن إسرائيل يجب أن تعاقب على استهداف القنصلية في دمشق. وأكد في خطبته التي ألقاها في صلاة العيد على أن إسرائيل ارتكبت خطأ بهجومها ذاك. وفي تغريدة له باللغة الفارسية، هدد وزير خارجية إسرائيل إسرائيل كاتس بدوره بأن تل أبيب ستهاجم إيران في حال هاجمت إسرائيل انطلاقا من أراضيها.